نظمت وزارة الصناعة بالتعاون مع الشريك الألماني ممثلا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يوما تحسيسيا حول الابتكار وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تمحور حول الاقتصاد الأخضر وفعالية الموارد، الولوج إلى أسواق جديدة من أجل تشجيع التصدير وكذا إدارة الابتكار. معمر العروسي رصد التالي. هذا اليوم الدراسي منظم من أجل إعطاء بعض المفاهيم وتوضيح بعض المفاهيم التي تعتمد على معادلة التنمية المستدامة المقاولاتية وتوفير مناصب الشغل، وهذه هي المعادلة التي نطمح لتجسيدها في الجزائر الجديدة من أجل توفير مناصب الشغل ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يهدف المشروع إلى تعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الخبراء الدوليين الألمان والجزائر وبين المؤسسات، وحتى حمل المشاريع من أجل بعث اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة. أما بالنسبة للاستراتيجية الحالية لوزارة الصناعة فهي تطوير المؤسسات بمقاييس عالمية خاصة في مجال الصناعات التحويلية، وذلك عن طريق تطوير الشعب الصناعية